تستمر حركة إضراب سائق الشاحنات في إيران وتدخل أسبوعها الثالث، كما امتدت رقعة الإضراب ووصلت إلى العاصمة طهران وسط أزمة وقود خلفها توقف عمليات الشحن. وذكر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاحنات اصطفت على الطريق السريع المؤدي للعاصمة، ونشروا مقاطع وصول الشاحنات وسط العاصمة وهي تحمل لافتات تدعو للتكاتف والاستمرار. ويستمر إضراب سائق الشاحنات بالرغم من تهديد السلطات بفرض غرامات مالية عليهم ومعاقبتهم بتهم الإخلال بالأمن والدعاية ضد النظام.